يا تلفزيون يا الحقيقة البرنامج ومقدمه العزيز الأستاذ رمسيس بيتيح لي فرصة، يعني هو بيديني الميكروفون كده فاكر ان هو يعني في ايه، دي فقرة عادية؟ لا، دي فقرة غالية جدا وعزيزة جدا، لأنه بيتيح لي فرصة اني اقول لكل مشاهد وكل الأسرة المصرية والأسرة العربية ايضا من خلال القناة الفضائية ان اتيح للبرنامج هذا، اني اقول كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد عليكم الأيام بخير وصحة وسعادة، وعلى بلادنا بالخير والتوفيق والازدهار كل سنة. دي فرصة غالية جدا وأنا سعيد وفخور بها. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. يا تلفزيون يا أستاذ محمود، يمكن حضرتك من الفنانين القليلين قوي اللي خريج كلية حقوق. يعني في زملاء لي كثيرين، والحقيقة كان دايما لكليات الحقوق سواء القاهرة، عين شمس، اسكندرية، دلوقتي الجامعات يعني انتشرت على مساحة مصر كلها، ففي كليات حقوق كثيرة دائما، وكان تاريخ خريجي كلية الحقوق انهم بيشغلوا اماكن لها تأثيرها في مجتمعهم، ومن بينها ان كان دايما بيتخرج منها فنانين ايضا كان لهم تأثيرهم الكبير في الحياة الفنية والثقافية عبر تاريخ طويل جدا جدا. لكن انت عملت ادوار محامي، كم مرة عملت دور محامي؟ حضرتك بقى عايز المحامي في تقديمه بصورة كاريكاتيرية ولا المحامي كما ينبغي ان تكون عليها صورة المحامي؟ هل انا عايز اوصله يعني انت كم مرة عملته كده؟ هي قدمت بشكل هزلي احيانا، موضوع اقتضى هذا، احيانا قدمت بشكل مش موضوعي، لكن انا على يعني عملت هذا الدور كثيرا، لكن لعل فيلم المحاكمة على وجه التحديد يكون نموذج جيد وطيب لصورة المحامي كما كنت دائما أتصورها وأنا طالب في كلية الحقوق، وما زال هذا التصور وهذا الفهم إلى هذه اللحظة أنا مقدمه في مرافعات كبيرة وطويلة على شاشة السينما من خلال فيلم المحاكمة، والناس على فكرة شافوه كتير قوي في التلفزيون. دلوقتي احنا هنلعب لعبة البرنامج، وحضرتك هتدي توكيل رسمي من مكتب الأستاذ لبيب معوض المحامي للمحامية تحت التمرين ليلى علوي. هتديها التوكيل، عشان طبعا انا سمعت لما تقول انا حاضرة عن كذا، تشوف التوكيل في المحكمة وتختار لها القضية اللي هي تدافع فيها حقيقي على الهواء دلوقتي. والله مش محتاج، اذا كانت محامية فمحامي عن محامي بغير توكيل مكتوب، فهي فلنعتبرها محامية حاضرة عن محامي، وغير الأمر لا يقتضي ورقة مكتوبة، لأن قانون المحاماة
يسمح بالإنابة، فهي نائبة عني بغير ورقة. يا تلفزيون يا. احنا في الحلقة دي استضفنا الأستاذ لبيب معوض المحامي وليلى علوي، فإيه رأيك في ليلى علوي لأن تبقى محامية؟ طبعا كفنانة يعني هذا واحد من الأدوار اللي تستطيع أنها تؤديها، وفنانة زي ليلى علوي هي خريجة جامعية فاهمة يعني إيه حين تقدم إلى شريطة أن تكون الشخصية جادة حسب ما كتبت في السيناريو، ساعتها هي هتلجأ إلى مصادر كثيرة لتأكيد قدرتها على أداء هذه الشخصية، لازم تقرأ، لازم تجلس إلى محامين تتحرك وتستوعب، تقعد مع محامين كتير وتهتم بأن تقرأ كثيرا عن هذه الشخصية، وأظن أن ليلى من الفنانات اللي يعني ما يفوتهمش حاجة زي كده. زبيب معوض حضرتك هتاخد الميكروفون وتقترح القضية اللي المحامية ليلى علوي تدافع عنها أو تترفع عنها. طلبت نقابة المهن التمثيلية وقف عرض مسرحي لأن الذي أخرجها مخرج عضو في نقابة المهن السينمائية وليس عضوا في نقابة المهن التمثيلية، تولي الدفاع عن المخرج وعن المنتج. أبدأني بقى هنقول حضرات السادة المستشارين، ليه نمنع ظهور عمل جيد ورؤية جديدة؟ ليه نحرم الجمهور من وجهة نظر جديدة على المسرح؟ ليه دايما بنحط في قوانيننا ممنوع 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 ممنوع؟ ليه ما نديش الفرصة؟ وليه نخرب بيوت ناس ونقفل بيوت ناس؟ المسرح ده اللي عايزين يقفلوه، أبسط حاجة في عمال وفي ممثلين وفي جميع المستويات وكل بيوتهم مفتوحة من خلال هذا المسرح، ليه نقفله؟ هل في شيء خارج؟ هل في مستوى فني غير جيد؟ ده تحكم، والتحكم مرفوض جدا في الفن، والفن لا يتجزأ، ومخرج السينما لا يقل عن مخرج المسرح، بل بالعكس، وهذا مش تقليل للمخرج المسرح، لكن مخرج السينما أشمل لأنه بيخوض تجارب كتيرة جدا في الفن، مش بس الإخراج، فهو بيتدخل في الإخراج والإضاءة والديكور والمونتاج، والمونتاج ده عملية خلق يمكن مخرج المسرح ما بيمرش بيها خالص. مخرج السينما عنده ميزانسين الحركة بتاعته لما بيجي يديها لممثل في ديكور أو في أو توظيف، ممكن هو يخرج حاجة في 3 متر في 3 متر، ده شيء صعب جدا. ليه يعني أنا مش عارفة أتكلم كتير زيكم زي المحامين، لكن هقول إن حرام جدا إن إحنا نحرم فننا ونحرم جمهورنا من أي عمل جيد. افرض إن فيه مخرج مسرحي عنده فيلم جيد جدا ومقتنع بيه وليه رؤية فيه خاصة وعاوز يقدمها، ليه نحرمه من ده؟ ولا هل مثلا لأن مفيش مخرج مسرح قبل كده حاول يقوم بتجربة زي دي؟ أنا ضد القرارات الغير منطقية، مع احترامي طبعا للي بيتكلموا في القرارات ديت، لكن الفن مش كده خالص، وحرام ان احنا نمنع اي عمل جيد، حرام، سواء مسرح او سينما او تلفزيون او اذاعة او كتاب حتى. وشكرا. ازاي في المحكمة؟ لا انا قبل ما ابدأ ارتعف داخليا الى ان ابدأ باي استهلال، فاشعر بان القوة تدفقت. فانت بتبدأ بحاجة كده حلوة قوي. يعني أنا ما أعرفش، كل قضية بظروفها وكل مرافعة على حسب ما يقتضيه الحال. لا أنا بتقول حضرات القضاء المستشارين ولا ليه جملة خاصة؟ طبعا ليه الجملة الخاصة بقى؟ السيد الرئيس مثلا. أيوة بقى. وحضرات القضاء الأجلاء، وأتكلم عن المحكمة الجليلة الجالسة
وأنا واقف لها جالسة لأننا واقف، القانون لا يلزمني بالوقوف، ولكن آداب المحاماة تقتضي مني أن أقف لقاضي يستمع وهو جالس. حياتك بتحب تلبس الروب وانت وجوبا في القانون المحاماة نص يوجب وأنا ملتزم. الروب يبقى معاك في العربية ولا ليك موجود في كل محكمة روب؟ لا معايا دايما. لا معايا دايما. ليك كل، هل في محامين ليهم أرواب خاصة معينة معروفة بيحبوا يدندشوها يدلعوها كده ولا روب عادي؟ لا لا، هو رسم واحد وتصميم واحد. هنا وفي فرنسا تماما، مع فارق فرنسا يلبسوا ما يسمى بافيت أبيض في الوسط، لكن احنا مش محتاجين البافيت، تجاوزنا هذا السن البعيد. انت بتلجأ لمحامين كمحمود ياسين ولا بتحل قضاياك بنفسك؟ هقول لك حاجة، انا طبعا لا استطيع ان استغني عن محامي متفرغ اطلاقا، لا استطيع لانه انا مش ممارس، لكن هناك قضايا وقفت فيها امام المحكمة ولم استعن بمحامي مرتين. مرة بتحب اقولهم يعني؟ مرة كان فيلم الجلسة السرية، ظهر له أكثر من صاحب قصة، فرفع علي 4 قضايا فأمام القاضي، ما روحتش معايا محامي، ورحت قلت إنه دي قضية تعتبر من الموضوع، يعتبر من فولكلور المحاكم، ويصح الموضوع ده، يعني أنا سمعت إن في إنه حصل في أمريكا، وسمعت إنه حصل في دول عربية، وسمعت إنه حصل في مصر، بعضها في اسكندرية، البعض يقول لا في القاهرة، البعض يقول لا في بورسعيد وهكذا. فكان من الواضح ان التيمة الاساسية لهذا الفيلم هي تيمة تكاد تكون من فولكلور المحاكم، والحمد لله يعني دون محامي متخصص ومتفرغ كسبنا القضية. يعني وقفت قدام القاضي قلت له انا حاضر عن نفسي؟ طبعا حاضر عن نفسي، ورجعت عايز اسمع الجملة اللي قلتها له. قلت له انا برجو من سيادة الرئيس في المحكمة انه يسمح لي باني اقول حاجة، فقال لي اتفضل، وبنظرة محايدة تماما لا تكشف عن اتجاه القاضي يا ولا اتجاه المحكمة، نظرة محايدة تماما، مش عشان هو عارفني ان انا محمود ياسين السينمائي، لا هو نظرة محايدة، وده العظمة في العدالة في قضائنا. الكاريكاتير اللي انا رسمه لبيب معوض المحامي وهو قاعد زعلان قوي وبيقول ليلى حلو ايه يا عم، ما حدش يعرف يسترزق منها، دي طيبه قوي ما بتعملش اي مشاكل. لا، هو المحامي دوره فض مشاكل؟ المحامي دوره وقائي، يقي من المشاكل، ولما اقيها من المشاكل بوصلتها الى غرضها والى الصحيح والى الحق المصان. هو يعني انا الحمد لله ما بعرفش اعمل مشاكل وما بحبش المشاكل، و زي ما بيقولوا في الامثال امشي عيد اللي يحتار عدوك فيك، وهو ده طريقتي، يعني انا حقانيه جدا مع الناس اللي انا بتعامل معاهم، وبعدين انا بحب الناس قوي، فعمري ما بغلط في حد، والحمد لله كلمتي واحده وبس. بكرة يا تلفزيون. Yeah!